النهارده يا شباب هنشرح مقال مصري هذه الذي ستبقى هي التي ستبقى وقصيدة بني مصر. نفتح الأول مقال مصر التي ستبقى. المقال ده لثروت أباظة. احنا بس نرمي على الجروب تاني عشان كله يخش. المقال ده قلنا لثروت أباظة إن هو كده كاتب وروائي مصري. ولد بقرية غزالة في الزقازيق الشرقية في 15 يوليو عام 1927. قلنا تولى المناصب كثيرة زي منصب وكيل مجلس الشورى، وكمان كان عضو في المجلس الأعلى للثقافة وبالمجلس القومي المتخصص ومجلس أمناء الاتحاد الإذاعة، كان عضو في الكثير من المجالس، كما أنه كان رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، وبعد كده بقى رئيس لقسم الأدبي بصحيفة الأهرام. قلنا إن هو حصل على ليسانس حقوق من جامعة فؤاد الأول عام 1950، وتوفى في 17 مارس 2002. دي معلومات عن كاتب المقال بتاع مصر هذه التي ستبقى هي التي ستبقى. طيب هنشوف المقال. بدأنا في البقال، بيقول على ضفاف نهرنا ولدت الحضارة وازدهرت أديان السماء، وبقيت في أبناء هذه الضفاف شبخة الماضي ترتفع بهما عن أي حق وتسمو بهما عن أي صعاب تمر السلام عليها. عليكم ورحمة الله وبركاته. أسمع تأخير بس. وعليكم السلام. وتحاول أن تطحن عزيمتنا فتطحتنا نحن بابتسامة على فمنا نلقي بها الحياة، وكأننا نرى من وجه الحياة الابتسامة لا تغمو. يبقى الأول بيكلم لنا عن حضارة مصر وقد إيه الأديان السماوية بتاعتنا كانت موجودة من زمان، وإن في كان في ترابط بين الشعوب من زمان، الشعب المصري، وإن إحنا أبناء هذا الوادي لا نبيت إلا شعاع من التفاؤل وينسب في أنفسنا. إحنا أبناء الوادي، يعني إحنا أبناء مصر دايما عندنا تفاؤل، بيصف الشعب المصري إن هو بصفته إنه عنده تفاؤل. ترى الفقير منا فقيرا مهزولا معدما مهلهل الثياب لكنه غني النفس، يعني حتى ولو الفقير بتاعنا مهلل الثياب معهوش ولا جنيه، فقير هدوم مقطعة، ولكن بيبقى غني، غني النفس، عنده عزة نفس عالية جدا، كأن الدنيا كلها ملكه، لأنه معهوش ولا جنيه لكن الدنيا كلها ملكه لأنه عنده عزة نفس. يبقى جاي دلوقتي بيصف لنا ان احنا الشعب المصري شعب عزيز النفس، شعب قوي، شعب متفائل. يقول لك بل ان الدنيا كلها لا تعنيه وفيما يغني يعني بها، وهو يعلم ان الاخره خير له من الاولى وانه سوف يعطيه ربه فيرضى. بيقول ان هو انسان راضي، ان الشخص المصري انسان راضي جدا باللي في ايديه، ما بيبصش في ايد اللي غير، راضي بقدره، عنده عزة نفس، الدنيا دي كلها مش بالنسبة له حاجة، المهم عنده الآخرة فبيعمل الآخرة. يبقى دي كلها الأول بيصف صفات الشعب المصري إنه شعب كريم، شعب متفائل، شعب عزيز النفس، شعب راضي، عنده رضا برضا بما يملكه، ما بيطمعش في حاجة غيره. طيب هنتكلم بعد كده. بيقول لنا نرى السعادة في كل شيء، فإن لم نراها صنعناها بأنفسنا، من إشراقة شمس، من ندى على وردة، من حنين كروان، من زغزغة عصفور، من أضرار شجرة، من جمال غصن، من دعاء نخلة. يعني حتى لو هو مش شايف إن في حاجة جميلة في حياته بيصنع الجمال من أقل حاجة، ممكن هو عشان شاف الشجرة الصبح كان شكلها جميل، ممكن يعني شاف مثلا طفل بيضحك يبقى الدنيا بالنسبة له جميلة، شاف وردة لسه تتفتح، شاف دعاء عصفور عمال يغني، يبقى الإنسان المصري
يشوف السعادة في أقل شيء، حاجة بسيطة جدا يشوف فيها السعادة، من سحابة في الصيف، من دفى شعاع في الشتاء، من نسمة طيبة، شوية هوا جم، يشوف السعادة في كل شيء. شاف صاحبه صدفة في الشارع وحياه، شاف الغروب الشمس، شروق الشمس، شاف أي حاجة بسيطة جدا في الحياة، حتى لو سحابة على شكل مثلا نجمة أو على شكل حاجة، وتخلي السحابة دي على شكل حاجة معينة، فبيشوف إن هي بيبقى فرحان وبيشوف في نفسه السعادة. يبقى احنا كده لغاية دلوقتي نتكلم عن صفات الشعب المصري، إن هو شعب كريم، شعب متفائل، شعب غني النفس، عنده رضا بنفسه، شعب بيشوف في أقل الأشياء سعادة، شعب متفائل راضي بما اللي في إيديه، بيرضى بالحاجة اللي في إيديه، شايف إن الكل اللي قادم كويس ومش زعلان من اللي ماضي، خلاص اللي ماضي راح راح، ودلوقتي بيركز في المستقبل، وإن لا تستطيع الحياة أن تحمل لنا بين طواياها غيبها إلا الحب، وشايف إن الحياة ما فيهاش غير الحب وبس، ما فيهاش صعاب، وفي أعماقنا ما بنشوفش غير الحب، حتى لو مرت سنين من الكراهية والعالم عامل لنا حاجات كتيرة سيئة في حياتنا، ما بنشوفش غير الحب والود والمحبة، ومهما مررنا بالسنين والأزمنة والأجيال، هنرجع للشعب المصري هنلاقيه زي ما هو، هو شعب مليء بالحب، مليء بالرضا، عنده عزة نفس، متفائل. بيقول لي بقيت مصر الحب، مصر الحضارات، ومصر المنتسبة إلى الأديان السماء، بقيت مصر هذه، ومصر هي هذه هي التي ستبقى، مصر دايما هتبقى زي ما أنا شايفها، عمرها ما تتغير، مصر الجميلة، مصر الرائعة. طب ثانية واحدة يا شباب، خليكم معايا. يا شباب مش اللينك دايما ببعته لكم على جروب الواجبات؟ ايوه بس طيب ماشي، عشان بس بيقول لي ان اللينك ما وصلكوش، وانتوا معايا في الحصه. بعد كده الشاعر، يبقى كده الشاعر خلصنا المقال، من هنا المقال بقى لنا ايه، ان لم يبقى الاصيله من طبعنا الذي عبرنا به الاجيال الى الاجيال، سنعبر به الاجيال الى الاجيال، بقيت مصر الحب، مصر الحضارات، مصر المنتسبه الى الاديان السماء، بقيت مصر هذه، ومصر هذه هي التي تبقى. هنا بيختم لنا الشاعر بمقوله ان مصر هي اساس الحضارات، مصر هتبقى على مر العصور محدش هيقدر ان هو ينهيها، مصر هتفضل موجودة دايما اللي هي فيها كل الأديان. يبقى الشاعر هنا اتكلم لنا عن قد إيه الشعب المصري فيه صفات جميلة، زي قلنا صفات التفاؤل وعزة النفس والرضا والقدرة إن هو يصنع السعادة من أقل شيء. اتكلم لنا إن مصر فيها الحب، إن هي مهد الحضارات، إن هي مكان ازدهار الأديان كلها، وإنها هتفضل مصر باقية على مر العصور كلها والأزمنة. ده الشرح المجمل بتاع إيه؟ بتاع المقال. طيب تعالوا كده نقرا المعاني مع بعض، معاني قليلة جدا بتاعت المقال، يلا نقرا مع بعض يا شباب، افتح المايكات. شامخة،
عايزة أعرف عايزة أعرف أعرفها أعرف عظمة ومضاد عايزة لو أعرف عن الضب حسيتها لو حقر ينساب يجري ويسيل والمضاد يتوقف معدما فقيرا والمضاد غنيا المضاد غنيا طربا فرحا فرحا وسرور والمضاد كالمصحف شوق الأولى المراد المرادة المراد الدنيا والمضاد الآخرة الآخرة تمام مشربة عاليه عالية وارتفعه وارتفعه طيب ود حب والمضاد كراهية كراهية حب والمضاد كراهية صوايا خفايا 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 تغبو تختفي تختفي وفي والمضاد الغد تظهر تعرف تظهر مهزولا محيفا عند حيفا وضعيفا وضعيف المضاد سبيلا وقويا قوية وقوية وعلى للثياب ملابس أو ملابس ممزقة أو ممزقة مفردة مفرد ثياب الثياب ثوب الثياب الثوب ثياب الصوب تعينه تشغله تشغله وتهمه وتعمله تعينه تشغله تشغله وتهمه وتهم ندى قطرات الماء قطرات الماء المياه والجمع والجمع الداء الداء وأنديه وأنديه القيس الحر الحر الشديد الشديد أريج رائحته طيبة حصير طيب قشرة تكشير أو تكشير والمراد تشير غضب مرات غضب برافو عليك مرد يمش نعم في ناس كتير أوي دخلت مش معانا يا مس معلش يا مسلمين احنا اتغلبنا غلط ولا يهمك طيب احنا كده خلصنا المقال في حاجة صعبة في المقال ده يا شباب لا لا يا مس لا يا مس لذيذ وصغير طيب هنقول بقى أهم الأسئلة الموجودة فيه نقراهم كده مع بعضينا محمد مجدي أول سؤال وضح سبب اعتذار أبناء مصر اعتزاز أبناء مصر بهويتهم أن مصر التي ينتمون إليها هي مهد الحضارة وفيها ازدهرت الأديان السماوية وهي أيضا صاحبة الأمجاد العظيمة يلا يا مريم رقم 2 برافو يا محمد بما يتميز أبناء مصر بالتفاؤل وهزة النفس والرضا والقدرة على صنع السعادة والنظرة الإيجابية للمستقبل مهما ساءت الأحوال. برافو عليك يا مريم يلا يا سارة رقم 3 ما وسيلة المصري للتغلب على مشاعر الإحباط وتضبيط العزيمة؟ هي الابتسام والتفاؤل وغنى النفس والرضا. برافو عليك يلا يا ريماس رقم 4 تمام، ما الوسائل التي ذكرها الكاتب لصنع السعادة؟ مظاهر الجمال في الطبيعة مثل إشراقة الشمس ونادي الأزهار وغيرهما، والمحبة المتعمقة بداخلنا ونسيان المعاناة والثقة بأن المستقبل أفضل من الماضي. برافو عليك يلا يا صفو رقم 5 استنتج الفكرة الفرعية والفكرة العامة للمقال. الفكرة الفرعية تاريخ مصر دليل على عظمة وقوة أبنائها. المصري قوي بطبعه مهما كانت الظروف. الفكرة العامة الهوية المصرية بطبعه ثابتة وراسخة مهما تغير الزمان. برافو عليك يلا يا يوسف السؤال رقم 1 طبعا رسالة الفخور بهويتها المصرية دليل على ذلك ونص على ضعف نهرنا ولدت الحضارة بقيت في أبناء هذا الضعاف شحنة الماضي بقيت مصر المنتسبة إلى أديان السماء برافو عليك محمد محمود رقم 2 أيوة رقم 2 وخلال دراستك نص رواية زينب مصر هذه هي التي ستبقى فيما اتفق النصان في توضيح سمات أبناء مصر وتعميق فكرة الهوية في نفوسهم وبيان مدى ارتباط الإنسان المصري ببيئته وبعاداته وبعد كده برافو عليك يا محمد
أهم التعبيرات المجازية في النص دي يا شباب. ما قال لي ولدت الحضارة، هي الحضارة بتولد؟ لا، يبقى تبديل تعبير مجازي شبهنا الحضارة بإنسان يولد. شعاع من التفاؤل، هو التفاؤل ده شعاع؟ لا، يبقى تعبير مجازي شبهنا التفاؤل بشعاع. ما قال لي صنعناها بأنفسنا، وإحنا ممكن نصنع السعادة؟ لا، يبقى تعبير مجازي شبهنا السعادة بشيء مادي يصنع. تطحن عزيمتنا، شبهنا العزيمة بشيء يطحن، شيء مادي كده احنا بنطحنه. نرى السعادة، السعادة بتشوفها بعينينا؟ لا، يبقى تعبير مجازي شبهنا السعادة بشيء مادي برضو بنشوفه. الحياة لا تستطيع أن تحمل إلا الحب، هي الحياة بتحمل، هي إنسان عشان يحمل، أو الحب ده شيء مادي عشان يحمل؟ لا، يبقى ده تعبير مجازي شبهنا الحياة بشخص يحمل، وشبهنا الحب بشيء مادي احنا بنحمله. دي كلها تعبيرات مجازية. طيب اسلوب التوكيد عندنا على ضفاف نهرنا ولدت الحضاره، ونرى في وجه الحياه ابتسامه، وفيه اريج الغيب. دي كلها اساليب توكيد بتقديم الجار والمجرور. قلنا في اساليب توكيد بتقديم الجار والمجرور، في اسلوب توكيد بان، في اسلوب توكيد بالنفي. عندنا هنا مثلا لا ابيت الا شعاع، ولا استطيع ان اتحمل الا الحب، يبقى هنا وسيله النفي لا، والاستثناء الا، في لا والا، يبقى ده اسلوب توكيد بلا والا. لا اللي هي النفي، والا اللي هي الايه؟ الاستثناء. طيب الترادف، قلنا الترادف ده لما الاقي كلمتين نفس المعنى زي ترتفع وتسمو، الاثنين بمعنى ان هي عاليه او مرتفعه، يبقى ده اسمه ترادف. التضاد طبعا قايلين لو كلمتين عكس بعض. كلمات على نفس الوزن زي شامخه وكشره، والقادم والماضي. طيب ما توحي به الألفاظ والعبارات، ما قالي على ضفاف نهرنا ولدت الحضارة، هنا يوحي بأن مصر إيه؟ مهد الحضارات كلها. شمخة الماضي توحي بعظمة الماضي وسموه. نرى الفتى منا فقيرا معدما مهللا الثياب، وتوحي بسوء الحالة طبعا وشدة المعاناة بتاعت الشخص ده الفقير. أشرقت ندى، أشرقة ندى وردة، زقزقة العصفور، إخضرار الشجر، دي كلها توحي بتنوع مصادر الجمال. ممكن أشوف إن أقل حاجة شيء جميل ويبقى عندي تفاؤل وسعادة. بيقت مصر الحب، مصر الحضارات، الاثنين الكلمتين الجملتين دول تحب بالحب والحضارات، هي هو سر بقاء مصر، ان هي مصر مليئه بالحب، وان هي معهد الحضارات، ده سر بقائها. طيب عندنا كلمات كانت عكس بعض في المقال ده، لما قال لي فقير وغني يبقى دي بينهما تضاد. الدنيا والاخره عكس بعض بينهما تضاد. الشرقة وغروب، صيف وشتاء، القادم والماضي، ابتسامة وكشرة، كشرة اللي هو الشخص يعني بيكشر. يبقى دي كلها كلمات عكس بعض بنسميهم ايه؟ تضاد. طب اثره ايه؟ قلنا التضاد يقول يوضح المعنى ويبرز ايه، او يعمق اثره في المعنى في النفس، او التضاد يوضح المعنى ويؤكد. طيب احنا كنا حالين كل التدريبات بتاعت الدرس ده يا شباب صح؟ في اي تدريب او اي سؤال ممكن نسيبينه في الدرس ده؟ كنا حلين، كنا حلين كله كله كان محلول؟ إن شاء الله تقريبا. أيوة تقريبا. أيوة نعم. من أول صفحة 42 واحنا مش حلين، ايه؟ من أول صفحة 42 لحد صفحة 47 مش حلين. في لا تدريب مش كله حلينها؟ محلول، تمام. كله محلول، كله محلول، لحد 47 محلول. لا بس احنا حلين. حلين كل التدريبات يعني يا شباب، ولا مش حلين سايبين تدريب؟ طيب هاي القصيدة اللي هناخدها دلوقتي، وبعد كده نرجع كده نشوف تدريبات لو في أي تدريب احنا سايبينه. هناخد النهارده كمان قصيدة بني مصر لعباس محمود العقاد. يبقى احنا كده المقال اللي لسه واخدينه ده كان بتاع أباظة، لكن ده بني مصر، قصيدة بني مصر لعباس محمود العقاد. طبعا عباس محمود العقاد ده أديب ومفكر وصحفي وشاعر مصري، ولد بأسوان عام 1889، وليه ديوان هداية الكروان، وديوان عبر السبيل، وسلسلة العبقريات بتاعت سلسلة عبقريات، الكتب السلسلة الكاملة، وغيرها من كتب كتير. طبعا تولى عضو سابق بمجلس النواب المصري، وعضو في مجلس مجمع اللغة العربية، وتوفى عام 1964. طيب كاين قايل لنا القصيدة: بني مصر صونوا لها حقها، كبار النفوس كبار الشيم، لكم مصر لا لداعي دعا ولا لذوي سطو أو غشم، لكم مصر حيث يقر الثرى، وحيث يرف عليها العلم، وحيث جرى النيل من أرضها، وحيث نما شعبها وأزدحم، وحيث تلاحق مواج البحر على جانبي شطها والتطم، وحيث تلألأ ضوء الشموس واسفر عن صحوها وابتسم، فلا تتركوا ذرة من ثرى لباغ ولا قطرة من خدم،
ولا لمحة من شعاع سرى، ولا نفحة من نسيم النسم، ولا وهذه الكنانة من رماها دسوء وهي زهرة وانقسم. ده القصيدة اللي قالها العقاد. كان في الأول بيتكلم عن مصر وجمالها، وبعد كده حظ لنا من تفريط في أرض مصر في آخر 3 أبيات. أول حاجة بيدعون بيقول لنا أنتوا يا مصر يا أبناء مصر لازم تحافظوا عليها، لازم بيقول لكم مصر لا داعي دعا ولا لزام سطو أو خشم، يعني نحميها من أي حد عدو وأي حد عايز يسطو عليها أو بيحقد عليها. مصر دي هي اللي بالنسبة لنا عالية جدا، لازم نحميها بأنفسنا. مصر دي اللي بيجري فيها النيل بتاعنا، مصر دي اللي نما فيها الشعب وازدحم وازدهر، دي اللي فيها أمواج البحار، دي اللي فيها على الشواطئ. عمال بقى يوصف لنا جمال مصر، لازم نحميها عشان دي أرضنا غالية اللي فيها الخير، اللي بيطلع فيها الشمس، اللي كل يوم بيبقى فيها ابتسامة. يبقى كل ده عمال يوصف لنا في الأول جمال مصر وقد ايه مصر جميله وان لازم احميها. جه في اخر 3 ابيات بيقول، بيحذرني بيقول لي ما تتركش حد حتى حته تراب، ترابيه صغيره جدا من ارضك لحد. ما تفرطش في اي حته من ارضك، ولا شعاع ولا حته هواء ولا تراب ولا اي حاجه، لان دي ارضك انت. ما ينفعش تفرط في اي حته منها لحد تاني، وخصوصا من الاعداء او من الناس اللي ايه عايزه تحتل مصر وعلى خيرات مصر. يبقى هنا الشاعر اتكلم في الاول، كان بيدعو ان المصريين هم يحافظوا على ارض مصر، وان دي ملك ليهم، ما ينفعش المعتدين الغرباء ياخدوها منهم، وان نحافظ عليها في كل حته، حتى حته التراب الصغيره دي نحافظ عليها، وان مصر دي حيث العلم اللي بيرفرف فيها وبيجري فيها نيلها، بيطلع فيها الشمس بتاعتها. لازم ان احنا بيحذرنا من ان احنا ما نسيبش حتى ترابايه لاي عدو، وان هي ارض الكنانه بتاعت الله، هي الارض اللي ربنا اداها لنا، لازم نحافظ عليها ونسبه بيها ونبعد عن اي واحد عايز يحتلها. يبقى ده شرح القصيده بتاعت عباس العقاد. طيب تعالوا نحلل النص نقرا مع بعض. يلا يا مراش، يلا يا عمر، رقم واحد نعم مس ايه رقم سؤال واحد. تمام. لمن يوجه الشاعر خطابه والأم لحظة وإليه ما يدعو يدعوهم وإلى يوجه الشاعر خطابه إلى أبناء مصر، يدعوهم إلى أداء حقوق الوطن والحفاظ على أراضيه. برافو عليك. يلا يا عمار رقم اثنين. عمار نعم رقم اثنين يلا. ما يفتخر الشاعر في مصر، يفتخر بتحالي أبناء مصر بالعز والكرامة والشرف والنبوة. برافو عليك. يلا يا سما رقم 3. علامة يأخذ الشعر بكم الثاني والثالث يأخذ على أمن أبناء مصر على حق بعضهم وعلى حق غيرهم فيها أمن الغرباء أمن الغربية. برافو عليك. يلا يا حلا رقم 4. حلا حلا أوكي، اسم رقم 4. اه يحضر الشاعر في النص. مما يحضر من تفريط ولو في شبر واحد من أرض مصر. برافو عليك. يلا يا ريناد رقم 5. بما تشعر أن قراءة هذه الأبيات أشعر بحبي لبلادي وانتمائي لكل ذرات المنقولة بها روعة الدفاع عنها وحمايتي من أي نكير. برافو عليك. يلا يا يارا رقم 6. تمام. من خلال من خلال الفكرة الفرعية. الفكرة الرئيسية للنص، المصري للمصريون وهم الأصدر للدفاع عن أرضهم. برافو عليك يا يارا. يبقى هي مصر دي أفضل من المصريين، محدش تاني هياخدها خالص.
يلا يا سارة عبد الحكيم، رقم واحد. القصيدة تعزز الهوية والانتماء للوطن، دلل على ذلك. أكد الشاعر على أن أرض مصر ملك لأبنائها وليست لغيرهم من المعتزين الغرباء، فكل مكان يرفرف عليه علمها أو يجري فيه نيلها أو تمتد عليه سفارها وشواطئها أو تسطع عليه شمسها من حقهم. برافو عليك. رقم 2، يلا يا سارة. سارة بطن، من خلال معرفتك بالشعر وقراءتك الأبيات، فيما تتمثل الهوية من وجهة نظر العقاد، تتمثل في ارتباط المصريين بأرض الوطن وحفاظهم على كرامتهم. برافو عليك. نحلل الأبيات. أما قال لي أول حاجة بني مصر سون ولها حقها، كبار النفوس كبار الشيم. هنا بيدعو أول حاجة بيقول بني مصر، هنا طبعا أسلوب نداء، بس شايف إنها إن نداء طبعا بغرض التعظيم، إن هو بيعظم مصر فبيقول بني مصر، يوحي باعتزاز والفخر. سون ولها حقها، سونو هنا طبعا أسلوب أمر، سونو أسلوب أمر غرض النصح والنصح والحث، أي أسلوب أمر على طول غرض النصح والإرشاد أو الحث. صون له حقها بأن تعبير مجازي، شبه مصر بإيه؟ إنسان ليه حق لازم إن إحنا نصانه. كبار النفوس كبار الشيم، توحي بالإيه؟ بالعزة والنبل والأصالة. لكم مصر لا لداعي دعن ولا لذوي سطو أو غشم، لا لداعي دعن ولا لذوي سطو أو غشم. ده تكرار إن إيه؟ كررنا النفي، ده بيأكد إن مصر هي اللي أبناء مصر هي اللي الحق بس في مصر، مش أي حد تاني. سطو وغشم بينهما ترادف عشان نفس المعنى. لكم مصر حيث يقر الثرى وحيث يرف عليها العلم، يرف عليها العلم اسلوب طبعا توكيدي بتقديم الجر والمجرور. لكم والعلم كلمتين لهم نفس النهايه لحرف الميم. وحيث جرى النيل من ارضيه وحيث نما شعبيه وازدحم، جرى ونما كلمتين لهم نفس الوزن. هنا الف لينه وهنا الف، الاثنين 3 حروف، يبقى نفس النهايه ونفس الوزن. نما شعبيها تعبير مجازي، حيث صور الشعب المصري بايه؟ بنبات ينمو. وحيث تلألأ ضوء الشموس وأسفر على صحوها وابتسم، هنا ضوء الشموس وابتسم تعبير مجازي، شبه إيه؟ ضوء الشمس بإنسان يبتسم. فلا تتركه ذرة من ثرى لباغ ولا قطرة من خضم، لا تتركه، هنا أسلوب إيه؟ أسلوب نهي غرضه النصح والحث والتحذير. ولا لمحة من شعاع ثرى ولا نفخة من نسيم النسم، لا لمحة من شعاع ثرى ولا نفخة من نسيم النسم، مقطعين الاثنين متوازيين بيعطيان جرسا موسيقيا يطرب الأذن. وهذه الكنانة من راميها بسوء وهي زهرة وانقسم، وهي زهرة وانقسم نتيجة لما قبلها. طبعا عندنا الصور الحسية اللي كانت موجودة في النص، حيث يقر الثرى وحيث يرف عليها العلم، دي صورة حس البصر اللي هي الرف والثرى والعلم، توحي طبعا بالإحساس بالأمان والعزة. جرى النبل من أرضها نما شعبيها وازدحم، جرى ونما وازدحم والنيل والارض، دي كلها حاسه برضه البصر، هنا بتدعي الشعور بالنمو والخير في ارض مصر. تلاحق موج البحار على جانبي شاطئ والتطم، التلاحق والموج والشاطئ دي كلها حاسه البصر. وكمان التطمه توحي بحاسه السمع، ان انا اسمع صوت تلاطم الامواج، توحي طبعا بالجمال والاعجاب بالمنظر الطبيعي ده. تلألأ ضوء الشمس واسفر عن صحوها وابتسم، تلألأ وابتسم الشمس كلها برضه حاسة البصر، بتوحي على الصفاء. نمحة من شعاع سارة ونفخة من نسيم النسم، نمحة وشعاع وسارة حاسة البصر، والنفحة والنسيم دي حاسة الشم، طبعا توحي الإحساس بالإيه؟ بالارتياح. دي الحواس اللي كانت موجودة في القصيدة. لو احنا عندنا عارفين الحواس، عندنا الحواس الخمسة زي البصر والسمع واللمس والتذوق والشم. ان اكتر حاجه كانت كلها كانت البصر، وعدا واحده بس كانت السمع اللي هي التطمه، واتنين بس اللي هي الشم اللي هي نفخه ونسيم. كنا حلينا كل التدريبات بتاعت الجزئيه دي يا شباب صح؟ ولا سايبين منها حاجه؟ اللي بيتابع وبيكتب بيحل في الكتاب، سايبين تدريب من التدريبات بتاعت القصيده؟
مش عارفة يا مس، بس أنا مش محلولة عندي صفحة 70 و71 و72. تمام، تعالوا نحل منه. نفتح صفحة 70 يا شباب. نبدأ. طيب نقرا، يلا يا سارة اقري لي. سارة بتون. أنا مس اه كم عانقت روحي رباك، وصفقت في المنحني زعموا سروتك، ذيتهم نسبوا إلى الممكنة. فالمرء قد ينسى المسيء المفتري والمحسنة، لكنه مهما سلا هيهات يسأل الموطنة. يبقى ده كده أدنى المثنويات. كملي. كلمة بمعنى الظالم. هتطلعي من الأبيات. المفتري. برافو عليك. يبقى احنا كده هنا دي أبيات خارجية مشابهة للنص، هنطلع منها المعاني والمضاد وهنحلها. طبعا هي طلعت لنا صورة. برافو عليكي. أول حاجة الظالم اللي هي المفتري. يلا يا مريم. مضاد المستحيل، خلي بالك مضاد مش معنى، مضاد المستحيل. لحظة بس، معاك لحظات مش لحظة واحدة. أقرب هولي. طيب هو في البيت التاني. ممكن الممكن. برافو عليك. بعكس المستحيل الممكن. يلا يا إيماس. مفرد المواطن. الموطن. الموطن. برافو عليك. يلا يا صفوة. كيف عبر الشاعر عن ارتباطه بوطنه؟ وتشبيه الشاعر تشبيه الشاعر بالوطن بشخص يقوم باحتضانه. برافو عليكي. وان هي يربط بيه روحه. برافو عليكي. يلا يا سارة عبد الحكيم. في البيت الاول صورة حسية تحفز صورة اللي حس البصر. في كلمة ايه في اول بيت خالص؟ في حاجة بتحفز صورة البصر. كلمة ايه البيت الاول؟ بس ممكن تطلعي شوية. كما عانقت روحي رباكة. إن هي الكلمة اللي توحي بصورة البصر، حاجة أنا شايفاها. روحي عانقت ابكي. متعانقته. أنا لما باجي أعانق حد مش بكون شايفة العناق ده، بدي صورة حاسة الإيه؟ البصر. طيب محمد مجدي. عايزين حاسة برضه في نفس البيت الأول، حاسة بتاعت السمع. كلمة بتفيد حاسة السمع. كلمة تفيد حاسة السمع. ثواني بس. كم عانقت روحي ربك وصفقت في أن منحنى. تمام تمام ماشي. حاسة السمع. وصفقت. صفقت. برافو عليك. طبعا ما بسقف بسمع الصوت. طيب طبعا الشعور ده بيدل على ايه؟ البصر والسمع بيدل على ايه؟ الراحة والحب الايه للوطن. طيب استخرج من الابيات تضاد وبين اثره في المعنى. يلا يا سارة عبد الحكيم. طلع لي تضاد، كلمتين عكس البعض. مس هو بقى تكون ايه؟ ايه بقى تكون ايه؟ بقى؟ قلنا شعور الشاعر او الكاتب بارتباطه بوطنه بأنها بتحتضنه كالأم، ويشبه مصر بأنها إنسان بيحتضنه، وإن هي بتربط بيه أكنها روحه. يلا يا سارة. سارة عبد الحكيم طلعي لي تضاد. نعم، طلعي لي تضاد.
المفتري والمحسن. برافو عليكي، المفتري والمحسن. طبعا تضاد يؤكد المعنى ويوضحه. يبقى ده كده حلينا اول سين 2 في 70 واحنا السين اللي بعديها. يلا يا محمد مجدي اقرأي الابيات. بني مصر مكان ثواني بس قدر في الصورة ثانية كده صورته بس ممكن بس حضرتك تكبر الصورة سنة. حاضر. بني مصر مكانكما تهيه فهي مهد للم بني مصر مكان بني مصر مكانكما تهيه تهيه فهي تهيئة مهد عفوا تهيئة تهيأ فهي مهد الملوك هيأ على الأخلاق خطوة الملك وابنه فلي ليس وابنه وراه فليس و... وراها. مستر ماشي منفع حد ثاني يقرأ دلوقتي نعم مستر ماشي ممكن حد ثاني يقرأ تمام. يلا يا عمر كمل القراءة. عمر منين منين؟ ثاني ثالث. ليس لكم بوادي النيل عدن، وكوثرها الذي يجري شاهيا. لنا وطن بأنفسنا نقيا، وبالدنيا العريضة نفتدي. طيب معنى مضاد العزة، خلي بالنا مضاد مش معنى يا عمر. مضاد العزة ايه؟ نعم مضاد العزة ثانية واحدة أنا لسه أفتكر معناها وأجيب مضادها العزة لما يبقى عندي عزة نفس عكسها ايه؟ لما يكون كده عندي عزيز النفس عكسها يبقى